تمثل رأس السنة الأمازيغية محطة مهمة في تاريخ الجزائر الحديث، فبإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يوم 12 من يناير عطلة مدفوعة الأجر، تكون معالم هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية قد اكتملت، لتصبح الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية شاملة جامعة لكل الجزائريين، حيث بلغ التأريخ الأمازيغي اليوم سنة 2969 ويعد 12 من يناير إرثاً تاريخياً في ذاكرة أمازيغ شمال إفريقيا الذين يستندون في تقويمهم السنوي إلى الموسم الفلاحي، إذ يشكل يناير نهاية موسم الحرث ومنتصف موسم المطر، غير أن هذا التاريخ التصقت به عدة روايات وأساطير في كل منطقة، ومن بين هذه الروايات انتصار الملك البربري شاشناق على الفراعنة يوم 12 من يناير 950 سنة قبل الميلاد، هذا إلى جانب الأسطورة الشهيرة التي تقول أن شهر يناير قد طلب من شهر فبراير التخلي له عن أحد أيامه بعد أن تحدته إحدى العجائز بالخروج مع عنزتها الصغيرات لطهو طعامها خارج البيت في عز برده وصقيعه، فما كان منه إلا أن طلب من شهر فبراير إعارته ليلة ونهارا كانت كافية لتجميد العجوز وعنزتها. وإلى الآن تقول الأسطورة أنه بجبال جرجرة توجد صخرة تدعى صخرة العجوز والعنزات، وبالنظر إلى تلك الصخرة الضخمة يمكن ملاحظة عجوز تحلب عنزتها، إلا أن هذا حسب المختصين مجرد صدفة جيولوجية. وبين كل هذه الروايات نقول أسجاز أمجاز لكل الجزائريين.